مرت الأيام والسنين والعقود وتجاوز عمر الدولة الحديثة في العراق 100 عام. تخيلوا قرن كامل من الأحداث والمنجزات والحروب والنجاحات والخيبات والخيانات والخطوب. يقولون السلطة في العراق مثل كرسي الحلاق، والمزاج السياسي متأرجح بين الحلم والظن والتسامح والاستبداد والوفاء والغدر. منذ لحظات التأسيس الأولى من عام 1921 كانت البصمة البريطانية حاضرة ومؤثرة في المشهد السياسي العراقي. حاول رجالات العراق كل حسب قدرته وحذاقته التعامل مع بريطانيا وفق ما يراه صحيحا. بعضهم سايرها وداهنها واتهم بالعمالة والتبعية، وبعضهم وقف بالضد منها وجعل البلاد عرضة للتقاطعات والمشكلات. لكن الثابت والواضح والحقيقي أن أشكال الحكم في العراق تغيرت عبر مراحل متعددة، ومنصب رئاسة الوزراء شهد وجوه كثيرة في بحر 100 عام. خلي نسلط الضوء على بعض من رؤساء الوزارات ونستعرض سيرهم والأحداث التي رافقت مدة حكمهم، ونبدي بالحقبة الملكية ونتحدث عن بعض من رؤساء وزاراتها. شكل الحكم بالعهد الملكي كان برلمانيا، والملك مصون غير مسؤول، وتعاقب على تولي منصب رئيس الوزراء عدد من الشخصيات السياسية البارزة خلال تلك المدة، من أشهرهم عبد الرحمن النقيب شريف أشراف بغداد، وأول رئيس وزراء عراقي عام 1920، وعبد المحسن السعدون الرجل الوطني الذي وضع حد لحياته وانتحر عام 1928 بسبب ضغوطات سياسية وحياتية. وتوالت السلسلة اللي ضمت ياسين الهاشمي ورشيد عالي الجيلاني ونور السعيد وجميل المدفعي وعلي جودة الأيوبي وحكمة سليمان ومزاحم الباشتي وصالح جبر وجعفر العسكري والسيد محمد الصدر، ثم أرشد العمري وتوفيق السويدي وفاضل الجمالي وآخرين. لكن على الرغم من تميز عدد منهم، فإن الحقبة برمتها دخلت التاريخ الشعبي العراقي باسم عهد نور السعيد. ووصف نور السعيد بالباشا، وقيل عنه السياسي الداهية. كان أحد ضباط الثورة العربية مع الأمير فيصل بن الحسين، وتولى السعيد رئاسة الوزراء 14 مرة. هذا الرجل له ما له وعليه ما عليه. يقال أنه كان عصبي المزاج سريع الغضب، لكنه حريص على مصلحة الوطن، وأكيد كل رئيس وزارة يشوف مصلحة الوطن من منظوره الخاص وفهمه وخلفيته السياسية وربما مصالحه الحزبية والشخصية. إن كل ما قيل وما يقال عني شخصيا، وإن كل ما قيل وما يقال عن العراق والعراقيين لن يغير إطلاقا من سياستنا واتجاهاتنا القومية. فقد نشأت دولتنا الفتية ونمت وترعرعت في ظل المبادئ القومية، وأصبحت تلك المبادئ من مقومات حياتنا التي لا يمكن التخلي عنها مهما قست علينا الظروف. واختير السعيد لعضوية المجلس التأسيسي للعراق عام 1920 من قبل الحكومة البريطانية والمندوب السامي السير بيرسيكوكس، إذ تشير المراسلات بأن المسبيل كتبت بعد لقاء لها مع نور السعيد وقالت:
إننا نقف وجها لوجه أمام قوة جبارة ومرنة في آن واحد، وينبغي علينا نحن البريطانيون إما أن نعمل معها يدا بيد أو نشتبك إياها في صراع عنيف يصعب علينا إحراز النصر فيه. وفي اعتقاد السفير البريطاني آنذاك بيتر سومبان، فإن السعيد باشا ظل لغزا كبيرا، لأنه صعب المراس والإقناع في بلد وشعب لم يتعود الإذعان لرجل أو الخضوع لسلطة. وارتبط اسم الباشا السعيد بمنجز لا يزال هو الأهم في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وهو مجلس الإعمار، إذ كانت توضع كل عائدات النفط العراقي في صندوق خاص يصرفون منه على المشاريع الاستثمارية والتنموية، بينما يجري تمويل الموازنة العامة لدفع رواتب الموظفين وأجور العمال والتشغيل من مصادر أخرى مثل الاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والضرائب. وخلال سنوات عمل المجلس الثمانية من 1950 إلى 1958 تم إنشاء مشاريع عمرانية وبناء تحتية كبرى ما تزال باقية حتى اليوم، مثل عدد من السدود والبحيرات كسد وبحيرة الثرثار وسدة الرمادي وبحيرة الحبانية وسدي دوكان ودربندخان، وعدد من الجسور في بغداد مثل جسري الملكة عالية الجمهورية حاليا والأئمة الرابط بين الكاظمية والأعظمية، واللي تم افتتاحهم بيوم واحد في 23 آذار 1957. إضافة إلى مشاريع جسور أخرى في المحافظات مثل الموصل وكركوك والبصرة والعمارة، ومعامل ومصانع الإسمنت والسكر والحديد والصلب والنسيج والنفط والغاز ومحطات الطاقة الكهربائية وشق الطرق البرية وسكك الحديد، إضافة إلى مشاريع الإسكان والإعمار. وهناك ياسين الهاشمي ذو النزعة القومية واللي تولى المنصب مرتين، عام 1924 والثاني عام 1935، واشتهر الهاشمي بأنه أول رئيس وزراء عراقي يتم الإطاحة به بانقلاب عسكري عام 1936، عندما قام بكر صدقي اللي كان وكيل رئيس أركان الجيش وقائدا للفرقة الثانية بالزحف من ديالى إلى بغداد، وأجبر الملك غازي على سحب الثقة من حكومة الهاشمي الذي فر إلى سوريا ومات هناك عام 1937. وانقتل بهذا الانقلاب شخصية تولت رئاسة الوزراء مرتين عامي 24 و27، وهو جعفر العسكري اللي كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع، إذ حاول قمع انقلاب صدقي في ديالى إلا أنه قتل على يد ضباط الانقلاب ودفن بالمقبرة الملكية بالأعظمية. وبعد الانقلاب صار بكر صدقي رئيس أركان الجيش، وحكمة سليمان تولى رئاسة الوزراء. وهناك رشيد عالي الجيلاني الذي شغل المنصب ثلاث مرات، وهو مناهض للإنجليز وذو ميول قومية أيضا، ومن المعجبين بهتلر وحظي بلقائه في إحدى المرات. شكل الجيلاني أهم وزاراته والتي سميت بحكومة الإنقاذ الوطني أبان الحرب العالمية الثانية عام 1941، واعتمد في حكومته على الضباط القدامى زملاء في الجمعيات السرية، وهم صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب ويونس السبعاوي.
لكن حركة الجيلاني فشلت بعد أن نزلت القوات الإنجليزية وهرب الجيلاني إلى السعودية وتم إعدام أعوانه من الضباط. وعاد الجيلاني بعد ثورة 1958 إلى العراق، ولكنه واجه تهمة التآمر لقلب نظام الحكم، فهرب هذه المرة إلى لبنان ومات هناك عام 1965، وتم نقل جثمانه إلى بغداد ودفن في الحضرة القادرية. أما صالح جبور فقد شكل وزارته في 29 آذار 1947 واستمرت إلى 27 كانون الثاني عام 1948. ارتبط اسم صالح جبور بتوقيع اتفاقية بورتسموث بين العراق وبريطانيا عام 1948، والتي سمحت لبريطانيا توسيع نفوذها في العراق، الأمر الذي رفضه الشعب العراقي. وخرجت الجماهير الطلابية والشرائح الأخرى بتظاهرة سلمية، لكنها لاقت من السلطة القسوة والرصاص، وأدت الأحداث إلى انطلاق ما يسمى بوثبة كانون التي أسقطت الاتفاقية مع بريطانيا بعد انتفاضة شعبية عارمة قدمت خلالها مئات القتلى والجرحى. وسقطت حكومة صالح جبر وخلفتها حكومة السيد محمد الصدر الذي تولى رئاسة الوزراء في 29 كانون الثاني 1948، وقدم استقالته في 16 حزيران من السنة نفسها في اليوم التالي لانتهاء الانتخابات النيابية. أما في الحقبة الجمهورية والتي بدأت في تموز 1958، فقد منصب رئيس الوزراء رمزيته ودوره معا بسبب استحداث منصب رئيس الجمهورية، لكن خلال الفترة من 1958 إلى عام 2003 فإن هناك اسمين فقط كان لهما دور في المحافظة على رمزية المنصب. الأول هو عبد الكريم قاسم مؤسس العهد الجمهوري الذي رفض أن يكون رئيسا للجمهورية فاكتفى بمنصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع معا، والآخر هو عبد الرحمن البزاز الذي يعد أول رئيس وزراء مدني في العهد الجمهوري. وبينما استمر حكم عبد الكريم قاسم نحو 4.5 سنوات السنة وانتهى بإعدامه من قبل رفاقه في الثورة وعلى رأس عبد السلام عارف، فإن فترة تولي البزاز رئاسة الوزراء استمر سنتين تقريبا في عهد حكومة الأخوين عارف. وبعد انقلاب 17 تموز 1968 ووصول البعثيين للسلطة هيمنوا على كل شيء لمدة 35 سنة بنظام الحزب الواحد والدولة البوليسية الشمولية، اختزلوا خلالها كل الألقاب والمناصب والأدوار بشخص واحد، وصار منصب رئيس الوزراء غير مؤثر إطلاقا ولا يستحق أن يؤرخ له. وبعد عام 2003 صار للعراق سلطات اتحادية جديدة وعاد إلى النظام البرلماني، وصارت أغلب السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء مع صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية وفق المادة الدستورية 66 التي تنص على أن تكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون. وشغل منصب رئيس الوزراء عدة شخصيات جديدة، هم أياد علاوي الذي تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التالية لمجلس الحكم العراقي للفترة من 28 حزيران 2004 إلى 6 نيسان 2005، ثم إبراهيم الجعفري الذي شغل المنصب من 7 نيسان 2005 إلى 20 مايس 2006.
أما نور المالكي فقد وصل إلى المنصب بعد أول انتخابات تشريعية عامة في إثر سقوط النظام السابق، وشغل المنصب لدورتين متتاليتين ما بين عامي 2006 و2014. ثم حيدر العبادي الذي تسلم السلطة عام 2014 إلى عام 2018، ثم سلمها إلى خلفه عادل عبد المهدي الذي شغل المنصب من 25 تشرين الأول 2018 لحين تقديمه استقالته إلى مجلس النواب في 30 تشرين الثاني 2019 في إثر تظاهرات تشرين المعروفة. وتلاه مصطفى الكاظمي الذي أخذ على عاتقه الإعداد لانتخابات برلمانية جديدة عام 2021 من دون أن يرشح نفسه، في مسعى لإعادة التوازن للسلطة العراقية ومنصب رئيس الوزراء وفتح أمل جديد للصلاح والإصلاح.